السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم منذر. اليوم راح نستعرض لكم ألعاب شهر ديسمبر من قناة Infinity Gaming. وصلنا أعزائي لنهاية سنة في عام 2019، ألا وهو شهر ديسمبر، وكما اعتدنا في الفيديو السابق نقوم بتقديم مقالة تجمع كل العناوين خلال الشهر الجاري مع بعض المعلومات عنها من تاريخ الإصدار والمنصات وخلفية الألعاب لتدرك أهي مناسبة لك. بطبيعة الحال ومن المتعاهد عليه أن شهر ديسمبر يكون ضمن أضعف شهور السنة من ناحية الألعاب للأسف، ولذلك لأنه نقطة تحول بين نهاية نصف الأول من الموسم والذي يبدأ من سبتمبر وحتى نوفمبر ومن يناير حتى أبريل المقبل، فهو شهر لا تتوقع أن ترى فيه ألعاب ضخمة ومميزة مثل في شهور السابقة، ولذلك عادة ما يستغله الشركات المتوسطة لعرض ألعابهم التي لن تسطع في وجود ألعاب أخرى ضخمة. وبهذا الصدد إليكم قائمة ألعاب شهر ديسمبر. خلونا نبدأ بأفضل الألعاب من منظوري الشخصي. Arise A Simple Story من تطوير استوديو بيكولو ونشرت شركة تيكلان، تأتي لنا لعبة Arise A Simple Story والتي تعد خليط من كل Inside ورجوني مع بعض التصميمات من Sea of Solitude، وتعتبر اللعبة من نوع المغامرات. تدور أحداث القصة عن ذكريات مسن مع رفيق دربه، وتبدأ اللعبة بعد وفاة المسن، عندها يشاهد شريط حياته يمر أمام عينيه، ستتحكم به في الذكريات من الطفولة وحتى نهاية مغامرة مليئة بمشاعر الفرح والحزن. قصة رومانسية بسيطة، لكن الاستوديو أوصلوا مشاعره في سرد القصة بامتياز دون نصوص أو أداء صوتي. اللعبة ستتكون من 8 مراحل مختلفة، يكون عبر التسلق والتأرجح من منطقة إلى أخرى، ولكن هدف اللعبة هو ما يطغى على أي عنصر آخر. تصدر اللعبة على جميع المنصات PC, Xbox و PS4 في 3 ديسمبر. إذا كنت من عشاق لعبة Inside فلا بد أن تلعب هذه اللعبة. اللعبة الثانية Blair Witch. قد تستعجب من تواجد اللعبة، قد صدرت من قبل، ولكن كل ما في الأمر أنها صدرت لمنصة PC والأكس بوكس، أما في هذا الشهر فموعدنا معها على منصة PS4 من تطوير Bluebird Team ونشر Lionsgate. تعد اللعبة Blair Witch أحد الأكثر الألعاب المعتمدة على بقائه رعبا في عام 2019 بمؤثرات صوتية وبصرية ورسومات وهمية. وتتحدث اللعبة المقتبسة من سلسلة أفلام رعب شهيرة Blair Witch عن ضابط شرطة يبدأ رحلته في عام 1996 نحو الغابة Black Hills المسحورة ليعثر عن طفل يناهز عن العمر 9 سنوات، لتنقلب الأمور كل ما حول رأسه على عقب من قبل قوة غامضة التي تطارده في الغابة. تعتمد اللعبة على منظور الشخص الواحد، أي يمكنك اللعب بمفردك ولا تحتاج إلى مجموعة من أصدقائك. هي تجربة رعب ممتازة ولكن لا تحظى بالرواج المنتظر للأسف، ولكن أنصحكم بتجربتها. تصدر اللعبة في 3 ديسمبر على منصة PS4. إذا كنت تعتقد بأنك من الأشخاص المحبين للغاز والغموض فهذا هو الأنسب لك، ولكن من تجربتي لهذه اللعبة كانت صعبة ومخيفة بعض الشيء، وممكن أنك تشاهد بعض من لقطات الفيديو في الوصف. اللعبة الثالثة هيلو ريتش. تعود سلسلة هيلو من جديد وبشكل أقوى من ذي قبل من خلال النسخة المحسنة من لعبة هيلو ريتش، والتي تعد من أكثر الألعاب المحبوبة من لاعبين في السلسلة. وعندما نتحدث عن النسخة المحسنة فنعني 60 إطارا في الثانية وبدقة عرض 4K، بجانب العديد من التحسينات البصرية التي قد تراها في أي لعبة محسنة، لتحسينات على أسلوب اللعبة نفسه ليكون أكثر متعة، مع بعض التغييرات الحميدة التي سوف يساعدك لتكتشف بنفسك عزيزي المشاهد. ناهيك عن طور الأونلاين، يحتوي على طور لعب تعاوني هو الأجمل والذي تستعيد ذكريات جميلة. واللي مو معه خلفية عن أحداث اللعبة بالمختصر المفيد، في عام 2001 شهد بداية سلسلة هيلو وبطل جون 117 والأحداث التي جعلت البشر يذهبون في رحلة داخل بيلر أوف أنتم لإنقاذ البشرية بعد تضحيات كبيرة قدمها فريق النبلاء. تم الإعلان عن اللعبة خلال معرض XO19 وتصدر على كل من Xbox One و PC فقط في 3 ديسمبر. وهناك مفاجأة اللعبة Halo The Master Chief Collection والتي طال انتظارها كثيرا على منصة PC. بصراحة هذا من أقدم الألعاب اللي استمتعت فيها من أيام Xbox 360،
وإلى الآن استمتع باللعب هذه اللعبة ومتشوق كثير لها. إذا حابين أنزل فيديو عن اللعبة اكتبوا لي في التعليقات. اللعبة الرابعة Life is Strange 2 Episode 5. هل ما زلتم تتذكرون لعبة Life is Strange 2؟ إذا كانت الإجابة نعم وقمتم باللعب الأربع الفصول الماضية في هذا الشهر حيث يصدر الفصل الخامس والأخير من اللعبة والذي من المفترض أن نرى فيه نهاية أبطالنا شان ودانيال خلال سعيهما للهرب من أحداث غير متوقعة بعد موت أبيهم من قبل ضابط شرطة، ليكتشف دانيال الصغير قواها المخفية، واللي تبدأ رحلة الاثنين نحو الهرب بشتى الطرق من الولاية المتحدة الأمريكية وإلى المكسيك بجانب المخاطر والتحديات والصعاب التي سوف يواجهون لها في الرحلة. وأنا بصراحة متشوق كثير لهذا الجزء، خاصة بعد ما جربت واستمتعت بالأجزاء اللي طافت. تاريخ إصدار اللعبة في 3 من ديسمبر على جميع المنصات PC, Xbox و PS4. متشوق كثير لتجربة هذا الحلقة الجديدة لنستكمل ما تبقى من طور قصة، وحاب أعرف من منكم جرب الأجزاء السابقة. اللعبة الخامسة Dark Siders Genesis. إذا كنت افتقد سلسلة Dark Siders خاصة بعد انتهاك من لعبة Dark Siders جزء الثالث فلا تقلق، فلعبة Genesis قادمة قريبا. وفي العموم تعد تلك سلسلة من نوع التوب داون مع وجود عناصر الار بي جي، وتعتبر تلك اللعبة من اسمها بادية بمعنى ان احداثها تسبق احداث السلسلة الرئيسية، بجانب انها سبيت اوف وتتحدث عن شخصية ستريف وهورس مان الرابع من نهاية العام، ليكون هو بطلنا في تلك اللعبة الجديرة. بالذكر ان لعبة دارك سايدر جينيسيس تتوفر على منصة البي سي وجوجل ستاديا اولا في 5 من ديسمبر المقبل، ومن ثم على بقية المنصات المنزلية PS4 اكس بوكس ومنهم نينتندو سويتش في 14 من فبراير عام 2020 بحسب رغبة الناشر THQ نورديك. فهل أنت من محبين القتال بالسيوف وعالم المفتوح؟ فإن كنت من محبين لهذا الألعاب فأنصحك بتجربته لأن سوف تستمتع بها بكل تأكيد. اللعبة السادسة Assassin's Creed The Rebel Collection. فهي ليس لعبة جديدة لم تسمع عنها من قبل، بل هي مجرد حزمة جديدة تتضمن اثنتين من أفضل الحقب في الألعاب Assassin's Creed، وتحدث عن كل من بلاك فلاج وروج، ومن المفترض أن تصدر هذه الحزمة خصيصا لأصحاب منصة النينتندو سويتش. ولا أحتاج للتحدث كثيرا عن سلسلة العريقة مثل هذا، ولكن تلعب بلاك فلاج كقرصان إدوارد كينوي والذي يتحول بالصدفة إلى واحد من الأساسنز. يمكنك توقع معارك حربية مائية بين السفن ككونك قرصان مع بعض العناصر أساسن كريد المعهود ومثلها روج، ولكن تضعك اللعبة في حذاء شاين كورمك والذي هو أساسن انقلب ليصبح واحد من التمبلز. في اللعبة لا تحظى بحقها رغم أهميتها الشديد في التسلسل الأحداث. الجديد في الأمر هو تواجد طرق مختلفة للتحكم من خلال اللمس وبعض التغييرات على نمط التحكم العام في اللعبة ليتوافق مع النينتندو سويتش. تصدر الحزمة في 10 من ديسمبر. بالنسبة لي أنا أحب الأجزاء كلها، ولكن يبقى أساسا أوريجن المفضل بالنسبة لي. من فيكم لعب الأجزاء السابقة وحبيت أعرف ما هو الأجزاء المفضلة بالنسبة لكم؟ اللعبة السابعة ناركوس رايس اوف ذا كارتل. إذا كنت من متابعين مسلسل ناركوس فتهانيا، تم تطوير اللعبة على غرار أحداث المسلسل الشهير والذي يعود بك إلى عصر إمبراطورية بابلوس إسكوبار والمناوشاته التي استمرت لفترة كبيرة مع قوات مكافحة المخدرات، وتصور لك اللعبة بنفس الأحداث ولكن بتصميم توب داون ومن نوع التكتيك الاستراتيجي، وبإمكانك اللعب إما بعناصر الشرطة وإما بعناصر العصابة، ويتحتم عليك تجهيز نفسك ووضع الأفراد في الأماكن المناسب على الخريطة بشكل شطرنج سواء للدفاع أو للهجوم، ومن ثم تشكل تكتيك المناسب مع أعدائك، وأخيرا تطلق شارة للبداية لتقف مشاهدا لما يحدث من حولك. تشبه لعبة إكس كوم كثيرا. وطبعا تصدر اللعبة في 10 من ديسمبر على جميع المنصات PS4, PC, Xbox والنينتندو سويتش. بصراحة أنا من محبين مسلسل ناركوس وتابعت كل المواسم، وأتمنى أن ينزل موسم جديد. فهل أنتم من محبين ناركوس؟ اكتبوا لي في التعليقات من فيكم متحمس للعبة كثري.
اللعبة الثامنة Terminator Residence، الكثير من الألعاب المقتبسة من الأفلام في هذا الشهر، فبعد ناركوس نقدم لكم Terminator المقتبس بأحداث سلسلة الأفلام المشهورة بتواجد نفس الآليين، وتضعك اللعبة في شخصية جيكوب والذي يقاتل مع جون كونر، ولكن سرعان ما يتم اكتشاف أن بطلنا جيكوب غير قدير بالانضمام للمجموعة، وتقوم سكاينت بوضع اسمه ضمن المطلوبين لتنقلب الطاولة، ويبدأ صراعك نحو البقاء في اللعبة من نمط المنظور الأول من نوع أكشن لا ينتهي. أخيرا تصدر Terminator في 10 من ديسمبر للمنصات المنزلية PS4 وإكس بوكس بعد أن تم تأخيرها من 3 ديسمبر، أما بالنسبة للبي سي فقد صدرت في 15 من نوفمبر الماضي على البي اس كأول منصة، ولاقت آراء مختلطة من النقاد. أكيد كلنا شاهدنا أفلام Terminator، ولكن هل أنتم مستعدين لهذه اللعبة العجيبة؟ هذه كانت قائمة ألعاب لشهر ديسمبر، أتمنى أنها نالت إعجابكم، ولا تنسوا تدعموني باللايك والشير، واكتبوا لي في التعليقات أي من الألعاب لشهر ديسمبر اللي عجبتكم أكثر شيء. كان معكم منذر، إلى أن نلتقي في الفيديوهات القادمة، سلام.